نبدأ من الصورة العامة الآن في القدس. تقام صلاة الجمعة في ساحات ومحيط المسجد الأقصى الذي يبدو شبه خالي من المصلين، فقط يقوم المصلون بافتراش الأرض وفرش السجادات عند الشوارع والأحياء القريبة والتي تحيط بالمسجد الأقصى، حيث تقام صلاة الجمعة بدون تواجد كامل للمصلين داخل باحات والحرم القدسي الشريف. أقول لكم أيضا لي كان مواجهات في ظل الساعات الأخيرة وخصوصا في النصف ساعة الأخيرة، حيث قامت القوات الشرطة الإسرائيلية والجنود أيضا الإسرائيليين بإلقاء قنابل الصوت باتجاه المصلين الذين تجمهروا وتمركزوا عند المداخل القريبة للدخول إلى المسجد الأقصى، ولكن منعوا من الدخول إلى المسجد الأقصى، فقط اقتصار على بعض الأشخاص لمن هم في دون ولهم فوق 65 عاما أو من المقتصرين على الذين يقطنون داخل البلدة القديمة في القدس. إجراءات أمنية مكثفة مشددة. أيضا نلحظ بين حين وآخر تحليق لطائرات درون لإجراء مسح وكشف من البلدة القديمة ومدينة القدس من السماء. أيضا سيارات المياه العادمة التي تقوم برش المتظاهرين ورش أيضا المصلين الذين تمركزوا في الشوارع المؤدية إلى أبواب البلدة القديمة، حيث تم منعهم من الصلاة داخل المسجد الأقصى. هذه الإجراءات الأمنية نادين، هل هي يعني أكثر من المعتاد إذا سمحتي لي؟ فقط نتحدث عن ثاني جمعة بعد أحداث 7 أكتوبر، حيث من المفترض ومن المتوقع أن تشتد هذه المواجهات خصوصا بعد انتهاء الصلاة بعد دقائق من الآن، حيث أقيمت الصلاة وسمعنا أذان الصلاة قبل قليل. عادل أنا لا أسمعك. طيب أعلم أنك لا تسمعيني نادين، لكن لا أعلم هل تسمعيني الآن أم لا. طيب فصلت نادين، شكرا جزيلا نادين خماش موفدة العربية.